ولمزيد من التفاصيل حول الشأن السوري انضم إلينا من إسطنبول اللواء محمود علي المحلل السياسي العسكري السوري. مرحبا بك معنا سيادة اللواء. بداية، كيف تقرأ مرحلة ما بعد هزيمة النظام في كفر نبودة وسيطرة المعارضة السورية عليها؟ بداية تحية لك ولمتابعكم الكرام. أقول أن المعارضة حققت يعني بالهجوم المعاكس التي شنته في الأيام القليلة الماضية واستعادة قرية كفر نبودي، أثبتت وجودها عسكريا على الأرض وأفشلت خطة النظام وداعميه الروس. وهنالك بعض الأجزاء كما ورد في تقريركم استطاع النظام وداعميه من خلال اتباع سياسة الأرض المحروقة بقصة الطيران التي انتهجتها روسيا منذ البداية في كل مناطق خط التصعيد من السيطرة عليها لأسباب جغرافية، لأنها مناطق سهلة. أما المناطق التي تعتبر جغرافيا وضعها يسمح بالدفاع عنها، فأعتقد أن النظام لا يستطيع أن يتقدم فيها مهما فعل. هذا أولا. ثانيا، المعارضة العسكرية عملت بشكل جماعي وبشكل جيد في هذه المرحلة، وإضافة لذلك يجب أن نعتبر أن إدلب وريف حما الشمالي هي آخر معاقل للمعارضة السورية، فإذا فقدت هذه الأجزاء أعتقد أنها ستفقد كل شيء، وهذا بوجهة نظري لن تسمح به المعارضة ولا داعميها من كل الأطراف المتدخلين في الشأن السوري. هكذا أرى. سيادة اللواء، يعني من الناحية العسكرية برأيك ما الذي حدث بالضبط حتى تخسر المعارضة مناطقها ثم تقوم باستعادتها لزمام المبادرة والتفوق الميداني على الأرض؟ أخي الكريم، أولا بالبداية أعتقد أن الثوار أو الفصائل الموجودة في المنطقة أخطأت خطأ عسكري جسيم، وهو أنها مفروض كانت هي منذ بداية منطقة خفض التصعيد في إدلب وريف حما الشمالي، النظام لم يلتزم لا هو ولا داعميه ولا الميليشيات المساندة له. هذا الاتفاق لم يلتزم به النظام، التزمت به المعارضة، وهذا كان خطأ فادح. المعارضة كانت مفروض لا ترد يعني مثل ما بيقولوا بين الفينة والأخرى بقذائف محدودة على مصادر النيران، كانت الأجدر بها أن تقوم بعملية هجوم على المناطق التي تصدر منها النيران باتجاهها وتشن هجوم على النظام وداعميه والميليشيات. هذا من حيث المبدأ. اثنين، مفروض من البداية منذ بدء يعني اتفاق سوتشي يجب المعارضة أن تتوحد وبقوة، إن كان في جبهة التحرير الوطني أو حتى مع فصائل الجيش الوطني، ويجب أن تضع أيديها بأيدي بعض، لأن هذا الموضوع هو مصير مشترك والهدف واحد. وإن اختلفت التكتيكات والسياسات والداعمين، إلا أن هدف المعارضة كاملا العسكري هو إسقاط النظام. فدعنا نترك الخلافات جانبا ونضع أيدينا بأيدي بعضنا. عندما وضعوا أيديهم بأيدي بعضهم وقرروا الهجوم المعاكس، نجحوا في ذلك، وخسارة كفر نبودي بالنسبة لهم هي خسارة استراتيجية، لأن موقع كفر نبودي بين ريف حما الشمالي وريف إدلب الجنوبي يعرضهم إلى خسائر عسكرية وبالتالي خسائر بشرية كبيرة. وأنت تعلم، أنت والمتابعين، أن أكثر من 180 ألف سوري قد هجروا من المدنيين من تلك المناطق التي تعرضت للاشتباكات. نعم، اللواء محمود علي المحلل العسكري السوري كان معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا لك.